بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. اليوم درسنا حول اللغة العربية وموضوع الأحرف الشمسية والأحرف القمرية. متابعينا، ستتمكنون من خلال هذا الفيديو على التعرف على الأحرف الشمسية والأحرف القمرية. ستميزون بين ما هي الأحرف الشمسية والأحرف القمرية، والأهم من ذلك أنكم ستتمكنون من قراءة الجمل أو الكلمات التي تحتوي على الأحرف الشمسية والأحرف القمرية قراءة صحيحة وجيدة. لنبدأ. وهذا المثال: رحل فصل الصيف. لاحظوا هنا كلمة الصيف كتبناها بالألف واللام، إذن هي كلمة معرفة بالألف واللام، وحرف الصاد بالصيف جاء مشددا، جاء فيه شدة. هل قرأنا الألف واللام؟ رحل فصل الصيف. هل قرأنا الألف واللام؟ لا، لم نقرأ ألف واللام، قلنا مباشرة فصل الصيف، لم نقرأ الألف واللام. إذن هنا لم ننطق بحرف اللام في الألف واللام للتعريف، وأيضا ركزنا على الشدة. رحل فصل الصيف صيفي. الجملة الثانية: أكل التمر مفيد. كلمة التمر جاءت معرفة بالألف واللام، والتاء وحرف التاء جاء مشددا، لكن هل قرأنا الألف واللام؟ لا، قلنا مباشرة أكل التمر، قرأنا مباشرة التاء، ولم ننطق بحرف اللام في الألف واللام للتعريف، وأيضا راح نركز على الشدة. المثال الثالث وهو مختلف: جاء فصل الخريف. جاء فصل الخريف. هنا كلمة الخريف جاءت أيضا معرفة بالألف واللام، لكن هذه المرة نطقنا باللام بالسكون، إذن قلنا جاء فصل الخريف. هنا ننطق بحرف اللام، وأيضا هناك حركة السكون على حرف اللام. أكل الحلوى مضر. أكل الحلوى مضر. كلمة الحلوى جاءت معرفة بالألف واللام، وقلنا أكل الحلوى. هنا ننطق بحرف اللام التابع للألف واللام للتعريف، وأيضا هناك حركة السكون على حرف اللام. أكل الحلوى مضر. إذن ما هي الأحرف الشمسية؟ الأحرف الشمسية هي التي إذا جاءت بأول الكلمة مسبوقة بأل التعريف فإنها تأتي مشددة، مثل أشرقت الشمس، ولا ننطق بحرف اللام في أل التعريف. الحروف الشمسية عددها 14، وهي التاء، التاء، دال، داء، سين، شين، صاد، ضاء، طاء، ضاد، لام، نون، راء، زين. 14 حرفا
شمسياً. هذه الأحرف هي حروف شمسية، إذا جاءت في أول الكلمة وفيها ألف واللام للتعريف تنطق مشددة. مثال: الثوب، التين، الدب. الدال حرف شمسي، التاء حرف شمسي، الثاء حرف شمسي. الذباب، السلحفاة، الشمس، الصوم، الضوء، الطبيب، الظلام، اللحم، النجم، الرأس، الزرافة. إذن هذه الأحرف ثاء، كين، دال، ذا، سين، شين، صاد، ظا، طا، ضاد، لام، نون، را، زاي، هما أحرف شمسية. لما كانت الكلمة فيها ألف واللام جاء الحرف مشددا. مدرستي في بيتي، مدرستي في بيتي، 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 بيتي. نمر للتدريب الثاني، وهنا سنتمكن من قراءة الأحرف الشمسية والأحرف القمرية قراءة جيدة وصحيحة. انتبهوا دائما عند قراءتكم لكلمات فيها أحرف شمسية أو أحرف قمرية. نذكركم أن الكلمات التي فيها أحرف شمسية وأحرف قمرية تأتي دائما بالألف واللام، تأتي بألف واللام للتعريف. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التاء حرف من الحروف الشمسية، ميم حرف من الحروف القمرية. كيف نقرأ؟ نقرأ ألهاكم التكاثر، لا نقرأ ألهاكم التكاثر، هذا خطأ. أو لا نقرأ ألهاكم التكاثر، لا، نقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هنا مع الأحرف القمرية نقرأ لام التعريف، نقرأها ساكناً. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والسماء والطارق، والسماء والطارق. السين حرف شمسي، الطاء حرف شمسي، حرف من الحروف الشمسية. كيف نقرأ؟ والسماء، والسماء، لا نقرأ والسماء، ولا نقرأ والسماء، ولكن نقرأ والسماء والطارق، والسماء والطارق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. حرف الحاء حرف من الأحرف القمرية، وحرف العين حرف من الأحرف القمرية. نقرأ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. مع الأحرف القمرية نقرأ دائما لام الذي يأتي في آل التعريف، نقرأه حرفا ساكنا. أعيد قراءة الآيات: ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر والسماء والطارق. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. نشكركم على متابعتكم لنا. شكرا على مشاهدتك. اشتراكك في القناة يفيدك ويشجعنا. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي الأحرف القمرية؟ الأحرف القمرية هي التي إذا جاءت بأول الكلمة مسبوقة بأل التعريف فإنها لا تأتي مشددة، مثل ضوء القمر جميل. وننطق بحرف اللام في آل التعريف، ننطقها ساكنة، ضوء القمر جميل. وهي 14 حرفا: الألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، قاف، فا، كاف، ها، ميم، يا، واو. الأنف ألف حرف قمري. اللام في لام التعريف نطقناها بالسكون. الباب، الجمل، الحصان، الخيمة، الغيمة، العين، القمر، الفيل، الكرسي، المدينة، الهواء، الورود، اليمين. هذه كلمات 14 كلمة، فيها في كل كلمة حرف قمري. لاحظوا جيدا أن مع الأحرف القمرية نقرأ اللام آل التعريف بسكون، وهي طبعا 14 حرفا. نمر الآن للتدريب الأول. في هذا التدريب متابعينا سنفرق بين الأحرف الشمسية والأحرف القمرية. سنعرض عليك فيما يلي مجموعة من أسماء الله الحسنى. اذكر أي منها شمسي أو قمري. لنبدأ. الاسم الأول: الخالق. الخالق، نطقنا باللام في آل التعريف ساكن، إذن هو قمري. الرحمن، الرحمن، را حرف شمسي. التواب، نلاحظ أن التاء جاءت بشدة ولا ننطق باللام في آل التعريف، لا نستطيع قول التواب. التواب، لا نقول التواب، ولكن نقول التواب، لا ننطق باللام. المصور، المصور. النور، النور. العليم. الصمد، الصمد. الرزاق. الوهاب. كلها أسماء جليلة من أسماء الله الحسنى.